السلام عليكم. النهارده ولاول مره هتعرف تسترجع حسابك على السناب شات سواء كنت ناسي اسم المستخدم وكلمه المرور وكمان الايميل ورقم موبايلك. في فيديو النهارده هعرفك 3 طرق لاسترجاع حسابك على السناب شات، والحل مش هيخرج بره طريقه منهم. كل اللي طالبه منك انك تمسح اي كلام انت سمعته قبل كده لان دي شروحات قديمه، ودلوقتي هتعرف الطرق الجديده لاسترجاع الحساب بسهوله. قبل ما نبدا ما تنساش تصلي على النبي محمد عليه الصلاه والسلام، وتنزل تحت تشترك في القناه وتشغل علامه الجرس وعدي على اللايك بالمره وارزع اللايك الجميل بتاعك، واهلا بيك معايا في قناه حل المشكلات. يلا بينا. بص بقى صاحبي وركز معايا. اول طريقه، لو انت ناسي اسم المستخدم ورقم الموبايل والبريد الالكتروني بس فاكر الباسورد بس، فلا تقلق. كل اللي هتعمله عشان تجيب اسم المستخدم بتاعك هتكلم واحد صاحبك او حتى اخوك اللي في البيت. هتخش على البروفايل بتاعك من الاكونت بتاع صاحبك او من الاكونت بتاع اخوك اللي في البيت وتخليه يبعت لك اسم المستخدم الخاص بيك. هتكتب اسم المستخدم في الخانه الاولى، وبما انك فاكر الباسورد فهتكتبه في الخانه الثانيه، وبعدين هتدوس على تسجيل دخول، هيفتح معاك حسابك من تاني. الطريقه الثانيه، وركز بقى معايا. لو انت فاكر اسم المستخدم ورقم الموبايل بس ناسي كلمه المرور، برضه مش عايزك تقلق، محلوله باذن الله. هتكتب في الخانه الاولى اسم المستخدم، اما في الخانه الثانيه وهي كلمه المرور مش هتكتب اي حاجه هنا. كل اللي هتعمله انك هتدوس على الكلمه اللي باللون الازرق واللي هي هل نسيت كلمه المرور، وبعدين هتدوس على عبر الهاتف وهتكتب هنا رقمك، وبعدين هتدوس على متابعه. هيبعتوا لك كود على رقمك زي كده، هتكتب الكود اللي اتبعت لك وبعدين هيدخلوك على الحساب بتاعك من تاني من غير بقى ما يخلوك تعمل كلمه مرور جديده. واول ما يدخلوك على الاكونت بتاعك غير انت بقى كلمه المرور من الاعدادات. وده فيديو انا شرحته قبل كده، فلو عايز ترجع للفيديو ده فهسيب لك الفيديو في الشريط اللي هيظهر عندك فوق في الفيديو على الشمال، وكمان هسيبه لك في الوصف. ودي كانت الطريقه الثانيه، وعايزك بقى تركز معايا في الطريقه الثالثه لان قد تكون اهمهم. فلو سمعت اي شرح قبل كده فريد تمسحه بقى من دماغك باستيكه، لان في شروط اتغيرت في السناب بالنسبه للطريقه الثالثه. فلو كنت ناسي كل حاجه، من خلال بقى الطريقه اللي هشرحها لك دي قدرت استرجع اكونت كان عندي من 2019. وخلينا نخش في الموضوع على طول. هتروح على جوجل كروم، وبعدين هتروح على السيرش، هتكتب دعم سناب شات، وبعدين هتدوس على اول حاجه في الصفحه وهي دعم سناب شات. هيتفتح لك الصفحه دي، تنزل تحت شويه لحد ما تلاقي كلمه تواصل معنا، هتدوس عليها وهيقول لك هنا قدم طلبك. هتختار الاختيار الثاني وهو لا يمكنني الوصول لحسابي، وبعدين هتختار هنا نسيت كلمه المرور. في الاول قبل ما يغيروا الشروط كان بيظهر لك الصفحه دي وبتملى بياناتك والشركه بترجع لك حسابك بطريقتها، اما دلوقتي في الكلام ده كله اتغير. فهتلاقي ظهر عندك الرساله دي بيقول لك لا يمكن لدعم سناب شات ارساله اعاده ضبط كلمه المرور اذا لم يكن لديك حقوق الوصول، ولا يمكننا تحديث البريد او الرقم نيابه عنك. يعني الشركه بتقول لك ودع حسابك وانساه. بس على مين يا صاحبي؟ انت في قناه حل المشكلات، هحلها لك برده باذن الله. انا عارف انك نسيت تعمل اشتراك في القناه، فاعمل اشتراك دلوقتي وارجع لك الجميل، وتعالى اقول لك هتعمل ايه. شايف انت بقى كلمه موقع حسابات سناب شات اللي هتلاقيه باللون الازرق؟ هتدوس عليها هيدخلك للصفحه دي. هنا بقى بيقول لك اكتب البريد الالكتروني، وده طبعا انت ناسيه. طب هنجيبه منين؟ هقول لك. هتخرج بره خالص، وبعدين هتخش على اعدادات الموبايل بتاعك، وهتنزل تحت شويه لحد ما هتلاقي كلمه المستخدمون والحسابات، هتدوس عليها وبعدين هتدوس على جوجل. هيفتح لك هنا بقى كل الحسابات اللي انت مسجلها عندك على كل المنصات، وتبدا تفتكر بقى انت كنت مسجل اي حساب من دول. هتاخد البريد اللي انت افتكرت انك مسجل الدخول بيه في السناب شات، وهترجع تاني على الصفحه دي وتكتبه هنا، وهتدوس هنا على ارسال، وهنا بيقول لك بعتنا لك رساله على البريد الالكتروني عشان تغير كلمه المرور. هتخش على الرساله اللي هم بعتوها لك، وبعدين هتدوس على الرابط اللي هتلاقيه تحت في الرساله. هتفتح لك الصفحه دي، وهنا هتبدا تعمل كلمه مرور جديده. هتكتب الباسورد الجديد في الخانه الاولى، وبعدين هتكرره في الخانه الثانيه، واحرص انه يكون قوي. وعشان تخلي الباسورد قوي اكتب فيه حروف كابيتال وسمول وعلامات ترميز وكمان ارقام. وبعد ما تخلص كتابه الباسورد هتدوس على حفظ، وبكده انت غيرت كلمه المرور. وبعدين هتدوس على متابعه، وهتكتب هنا بقى من تاني البريد الالكتروني اللي انت لسه كاتبه من شويه، وبعدين هتدوس على التالي، وتكتب هنا بقى الباسورد الجديد اللي انت لسه عامله حالا، وبرده هتدوس على التالي. هيفتح معاك اخيرا الاكونت بتاعك على سناب شات، وده كان اكونت قديم جدا عندي، وزي ما انت شايف كده اسمه الهبل في الجبل. عشان تفتح الاكونت بتاعك على ابلكيشن السناب، بدل ما انت فاتحه على جوجل هتدوس على الكلمه اللي تحت وهي فتح في السناب، وبعدين هتدوس على تسجيل دخول، وهتكتب البريد الالكتروني والباسورد الجديد، وهتدوس على تسجيل دخول. هيفتح معاك الاكونت من غير اي مشاكل. وبس كده صح. اتمنى تكون استفدت من شرح فيديو النهارده. فلو عجبك الفيديو اعمل اشتراك في القناه وشغل كل اشعارات الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده، وعد على اللايك وسيب لايكك الجميل، واعمل شير لصاحبك او صاحبتك اللي مش عارفين الطريقه دي، وما تنساش تصلي على النبي محمد عليه الصلاه والسلام. وبس كده، في امان الله. سلام.